مظبوط، هيدا شفته انا الفويس اللي عم يتداولوه، اللي انا عملته سنة 2018. هيدا فويس قديم بانتخابات 2018 لما سمحت السيد حسن، كانوا زعلانين منه اهل البقاع، وكان كتير متأثر بزعلهم، وقال لهم انا مستعد انزل على الارض وبده يعرض حاله للخطر. وقتها كلنا استنفرنا نحن للوقوف الى جانب السيد، وطبعا وقفناها وقفه بمحلها ولازم كنا نوقفها. وقالت بوقتها السيد نحن ما منعرضه لهيك موقف، يوقف مثل ما وقف الحسين، قال هل من ناصر ان ينصرنا، نحن ما بنقبل هاي الوقفه للسيد. فوقفنا معه نحن وقلنا تأييد السيد ضروري هلا، ونحن بنبصم له للسيد. اول شيء كان طارح مشروع محاربه الفساد، وكلنا نحن كنا معتبرين انه مشروع محاربه الفساد في انقاذ للبنان، وكان قدامهم 4 سنين. يعني أضف إنه وضع البلد كان مختلف عن هلأ، كانت الليرة ليرة، والأمن الغذائي مكفول، وكانت الكهرباء بعد لا تزال معقولة، والمي لا تزال معقولة، الأزمة المعيشية ما كانت ودائع الناس مسروقة، ما كانت الليرة تبعنا متضاعفة 2000 ضعف، كل هذا ما كانش حاصل بوقتها. بس اليوم الوضع مختلف، لما صاروا 4 سنين هون، لا أنا موقفي هلأ، ترشحت مرة الماضية ما ترشحت أنا، انه نحن السيد طالما اخذ المواقف اللي بيسوى تتاخد نحن معه مش الحال. بس ولكن اليوم بعد ما فشلوا هيدا الفشل الزريع بال4 سنين هاي، وبعد ما طارت ودائع الناس وطارت مصريات الناس، وبعد ما طارت المصارف الشيعيه كمان سكرت ابوابها واسم منها ملكة حليفه نبيه بري، وبعد ما رجعت حالف مع الفساد اللي هو كان عامل ملف بده يحاربه للفساد، يعني كلنا اخذنا موقف ينسجم مع المرحلة الحاضرة. لانه انت طالما الانسان عم يشتغل صح بتأيده، بس لما بده يغلط ما بتأيد. انا الحزب اليوم اللي اصر انه يرجع يترشح مع الناس الفاسدين اللي إلها ملفات عنده، مش هيك؟ فنحن ما فينا نوقف بهيدا الموقف، بنوقف معه اذا بده يحاربهم ويحارب الفاسدين، بس لما بده يترشح مع الفاسدين ويفرضهم على الناس وعلى الراي العام، انا كشيعية انتمي لعلي بن ابي طالب وانتمي لثورة الامام الحسين، انا ما بقدر ايد الفاسد وما بقدر كون مع الباطل ضد الحق، يا اما مع الحق يا اما مع الباطل، ما فينا ندرأ الحق لنأيد الباطل. نحن مرة الماضي أيدنا ومقتنع 100% بموقفي بذاك الوقت، أنا مع هيدا الموقف 100%، ولا لحظة ندمت عليه، وما ندمت ليش أنا بال2019 انسحبت بناء على تمني السيد مني أبدا. ليش؟ لأنه كان في اشتباك أمني مع إسرائيل وممكن يورطنا نحن بعمليات إسرائيلية أو مسيرات تضرب مراكز الاقتراع. كل موقف بيبقى مرتبط بالظروف المحيطة فيه. اليوم الظروف مختلفة، اليوم الحزب للأسف، بقولش السيد، أنا بقول الحزب للأسف رجع يترشح مع الناس الفاسدين اللي هو قال عنهم، عمل لهم ملفات وانكشف فسادهم بقلب ملفاته، وراح وزتها لأحد القضاة المحسوبين على الرئيس بري اللي مش حيحاسب الفساد، وهو عارف انه هيدا القاضي مش حيحاسب الفساد لأنه سكت. يعني أنا ما فيني حاسب الفساد بكل لبنان واسكت على الفساد اللي عندي أو اللي عند حليف، ما هيدا موقف ما حدا بيأيد فيه. فأنا اليوم ماخدي موقف مغاير، أنا مرشحة للنيابة حتى أقدم نفسي أنا لدخول الندوة البرلمانية وأخدم شعبي من خلال الندوة، لأنه بعد كل هيدا الانهيار الاقتصادي اللي صار، بعد الانهيار المالي اللي صار، بعد ما الفساد رجع استشرس وملك رقابنا، هلا نحن اليوم بلحظة مالك لنا رقابنا الرئيس بري وجماعته، بديش احكي كلمة سيئة يعني، بعد لما نحن تحررنا صح، تحرر الجنوب وهيدا بأمان برقبتنا، وجميل برقبتنا انه نحن في فئة من شبابنا من اولادنا حررت الجنوب. ولكن هلا لما شفنا انه هيدا الجنوب اللي كان جزء منه محتل صار كله محتل هلا، وصار قرارنا السياسي، وصار أرضنا ورقابنا وأشخاصنا كلنا صرنا محتلين من الرئيس نبيه بري، بضلني بقول الرئيس حفظا للألقاب لأني أنا إنسانة رأيي ومهذبة،
لأن لما بيصير بتتسلم رقبتنا وبتتسلم قرارنا وبيتسلم مصيرنا لشخص مثل دولة الرئيس نبيه بري رئيس السلطة التشريعية واختصاصي القانون والمحامي المفروض هو أخبر الناس بالقانون وبالعدالة وثقافة العدالة، لما تسلم رقبتنا لأمهم بيقوم ببلطج علينا بالجنوب وبيمنعنا يفوت على الجنوب وبيمنعنا نعمل جولات انتخابية وبيبعث لنا قنابل وبيبعث لنا ناس مسلحة تتصدالنا، بحط يافطات بده يقص لسانات وبده يكسر ايدين واجرين على ابواب المدن والقرى اللي نحنا ممكن نفتلا. لما بده يجي يتحالف الحزب معه هلا لا، منقول له يا حزب انت مسؤول عن اعمال حليفك الخطأ، انت ما فيك تحالف مع هاي الحالة السيئة بعد ما سلمت رقبتنا هاي الفترة وبعد ما شفت فساده بعينك، ملف فساده موجود عندك ورجعت تحالفت معه وتحالفت مع الوزراء الفاسدين اللي هو انت عارف انه فاسدين ونزلهم معك باللايحة. اصواتك بدها تنتخب علي حسن خليل، اصواتك بدها تنتخب رجل المصارف اللي اخذونا مصرياتنا. انت هلا نحن يعني يسمح لنا الحزب مع تأييد المطلق للمقاومة، والمقاومة بالنسبة إلي خط أحمر، سلاحة خط أحمر، واللي بقرب على سلاحة نحن منكسر له إيديه ونحن منتصداله، ولكن المقاومة أمر وشيء واليوم الموقف السياسي شيء آخر. النواب اللي بالبرلمان للحزب يسمحونا هنا مختلفين عن رجال المقاومة، نحن بسياستهم اللي اتبعوها من 2018 لهلا نحن ما منأيدهم. بتمنى السيد أنا يسمع كلامي، بتمنى السيد هلا يشوف شو في بوجداننا وبضمائرنا وشو اللي عم نحكيه نحن، لأنه هيدا الصوت اللي عم بحكيه هو ذاته صوت علي بن أبي طالب لو موجود. أنا بعثت له رسالة عن لسان إمام علي، نفس اللي بعته الإمام علي لمالك الأشتر، وبيفهم تماما شو كان بده الإمام علي لو موجود بلحظة من هاي اللحظات، كيف بيسوى يوقف المسؤول فينا قدام ظروف مثل هيدا، وين الموقف اللي بده ياخده، إلى جانب الرعية أو إلى جانب الخاصة. بيعرف تماما أنه الإمام علي قال له غضب الخاصة عند رضا الرعية يغتفر، أنت مفروض تكون مع الرعية يعني مع الشعب مع الناس مش مع الخاصة اللي هن هلأ محالفون. ألف تحية للسيد يعطيه الصحة والعافية ويطولنا بعمره ويخليه فوق راسنا كلنا وفوق راس لبنان كله، وتضل الخيمة الأمنية اللي عاملها على لبنان وعلينا إن شاء الله بتضل موجودة ومتوفرة، ولكن يسمح لنا بالنيابة. لا نحن عنا رجالات مهمة، عنا شخصيات مهمة ممكن تفوت بثقافة وذهن وأخلاق علي بن أبي طالب، نفوت نحن نطبق هيدا النهج بقلب البرلمان لنرجع نسترد بلدنا ونسترد جنوبنا ونسترد قرارنا السياسي من البلطجي نبيه بري، البلطجي نبيه بري، البلطجي نبيه بري.